أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سام يقول: هل صحيح أن أول المبتدعين لمذهب الرافضة هو اليهودي عبد الله بن سبأ؟ بلا شك. نعم، الرافضة أو الشيعة عموما انقسمون إلى قسمين: شيعة من المجوس وشيعة من اليهود، كلهم تآمروا على الإسلام، اليهود والمجوس، فدسوا على الإسلام التشيع لأجل إفساد الإسلام بزعمهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. فاليهود دسوا عبد الله بن سبأ، وكان أول ما قام به فتنة عثمان رضي الله عنه. نعم.